المعارك تستمر بين الجيشين الأوكراني والروسي للسيطرة على سوليدار الأوكرانية، في وقت استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا، وعينت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف كرئيس أركان القوات المسلحة. مراسل الحدث أفاد نقلا عن مصادر ميدانية أن الجيش الأوكراني يضخ بمجموعات جديدة إلى سوليدار للقضاء على مقاتلي فاغنر، مضيفا أن الاشتباكات عنيفة جدا بين الجانبين، وأضاف أن خلال 24 ساعة مضت استهدف الجيش الأوكراني مدينة دونيتسك وضواحيها ب90 صاروخا وقذيفة مدفعية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2. وكشفت صور الفضاء التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية حجم الدمار الناجم عن القتال العنيف بين القوات الأوكرانية والروسية حول بلدتي سوليدار وبخموت المجاورتين على خط المواجهة شرقي أوكرانيا. أعلن الرئيس البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى أوكرانيا أن بلاده مساعدة لأن تزود كييف ب14 دبابة ثقيلة متطورة من نوع ليوبارد 2، على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل على بنائه حاليا. وأشار الرئيس البولندي إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات تسليم هذه الدبابات. بدوره أعلن الرئيس الليتواني أن بلاده سترسل أيضا إلى أوكرانيا أنظمة مضادة للطائرات من نوع زينيت مع ذخيرتها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بتصريح نظيره البولندي قائلا أن بلاده تتوقع قرارا مشتركا تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعدة لإرسال دبابات إلى منظومته العسكرية. تفاصيل أكثر عن المعارك الجارية في دونيتسك ينضم إلينا منها مراسل الحدث رائد الأغبر، والأحدث معك أيها الرائد. حسين نهارك طيب. بالفعل ما زالت الأعمال العسكرية مستمرة وعنيفة وشرسة جدا في كل المحاور في المقاطعة. إذا تحدثنا عن قلب العاصمة دونيتسك، هنا القصف متبادل ومستمر، ربما تكون وتيرة القصف الروسي أعنف بكثير وأكثر كثافة من القصف الأوكراني، لكن هذا لا يعني أن وعلى الأحياء السكنية خاصة. منذ ساعة أيضا سقطت عدة يعني صواريخ، رشقات من صواريخ ربما تكون تشيكية أو بولندية كما تشير المصادر، أسفرت أيضا عن قتيل عدا عن الحصيلة لل 24 ساعة الماضية حيث كان فيها قتيل وعدة إصابات. هنا في الحي المجاور لنا كان قتيل وعدة إصابات، لكن الأهم دائما ولا أكثر سخونة هو التطور العسكري في مدينة سوليدار في شمال المقاطعة. بالفعل ما زالت القوات الروسية الفيدرالية المختلفة إضافة إلى القوات الخاصة كقوات فاغنر، حيث أنها لابد الإشارة من أنها يعني قوات خاصة وربما لا تنطوي تحت إطار الجيش الروسي أو تنصاع إلى أوامر الدفاع الروسية، حيث أن تصريحاتها دائما منفردة وتختلف عن تصريحات الدفاع الروسية. نشير هنا إلى أن تصريحات قائد قوات فاغنر أكد السيطرة الكاملة على المدينة وأن قواته قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني كانوا متحصنين في جيوب المدينة، لم يرغبوا بالاستسلام على حد قوله وتم تصفيتهم، إضافة إلى هناك أن هناك أعداد من الأسرى والعثور على جثث بريطاني بحوزته وثائق
بريطانيين يقال بأنهم كانوا من المرتزقة الذين كانوا يقاتلوا مع الجيش الأوكراني. هذا جانب. الجانب الآخر الدفاع الروسية، يعني بالأمس قالت بأنها سيطرت على المناطق الشمالية والشرقية من مقاطعة من مدينة سوليدار، وأن المعارك بارية جدا وسط المدينة وفي أحياء متفرقة. ننتظر تقرير الدفاع الذي يعني سيظهر بعد ساعتين من الآن. ربما يكون هناك إعلان للسيطرة الكاملة من قبل الدفاع على سوليدار. لكن الدفاع تشير أيضا إلى أنها تقصف الإمدادات العسكرية على الطريق السريع الذي يوصل إمدادات عسكرية للمقاتلين المتمركزين في الناحية الغربية. حسين أيضا قالت بأنها قصفت مركز اتصال لقطع الاتصالات ما بين القيادة العسكرية في باخمت وما بين المقاتلين المتمركزين في مناطق غرب مدينة سوليدار. هناك فعلا معارك مستعرة في المنطقة. طيب الجغرافيا بين هاتين المدينتين يا رائد، يعني المسافة بعيدة، هم متجاورتان، يمكن الانتقال، يعني هذا هام جدا. تفضل. إشارة جيدة. بالفعل لشرح الجغرافيا للمنطقة بأكملها، مدينة باخمت تقع في شمال مقاطعة دونيتسك. المنطقة الشمالية هي المجاورة لمقاطعة لوغانسك من الناحية الشمالية، أي آخر معاقل الجيش الأوكراني كانت في ليسيشانسك في مقاطعة لوغانسك إذا تذكر حسين. فلذلك سوليدار وسيبرسك تقع ما بين باخموت في دونيتسك وليسيشانسك في منطقة لوغانسك. إذا سيطر الجيش الروسي على كامل مدينة سوليدار فإنه يكون قد شق الإمدادات العسكرية والتواصل ما بين أعضاء وجنود الجيش الأوكراني بين سيبرسك وباخموت. لذلك فإن القبضة ستحكم على منطقة سيفرس في الناحية الشمالية وعلى منطقة باخموت في المنطقة الجنوبية إذا كنا ننظر إلى الخارطة من النواحي الشمالية. فيكون الجيش الروسي قد أحكم الطوق على باخموت وهي الهدف الرئيس في هذه العملية العسكرية من الناحية الشمالية أي من سوليدار، ومن الناحية الشرقية حيث امتداد القوات الروسية، ومن الناحية أيضا الجنوبية بالأسفل حيث أيضا امتداد القوات الروسية. ويبقى المخرج الوحيد من الناحية الغربية للقوات الأوكرانية من أجل التواصل مع القواعد العسكرية في المدن الكبرى كقسطنطينوفكا، كراماتورسك، سلافيانسك. يعني الإمداد العسكري والعمق الأوكراني هو يأتي من الناحية الغربية، بينما يكون العمق الروسي من الناحية القصف شديد جدا حسين، يعني لا يتصور من ليس هو على الأرض ما هي الأوضاع الحالية طرفنا. بالفعل سلامتكم يا رائد، يعني ستبقى آمنا عموما. نكتفي بهذا القدر يعني رائد، نكتفي معك بهذا القدر احتياطا. شكرا جزيلا لك زميلي من دونيتسك مراسل الحدث الزميل رائد الأخبار.